عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام المتابعين حياتنا بكل بساطة، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت اللانكاشاير. طريقته سهلة وبسيطة، مكوناته بسيطة. أول حاجة هنقول المقادير. معايا كوبايتين دقيق، تمام، ومعايا كوباية نشا، ومعايا نص كوباية سكر، وكوباية سمنة، حبين بلدي على مثلا نوع جنة، تمام، حبين بلدي بس، تمام. انا حاطه الميكس بلدي وحاطه جنه، تمام، ومعايا بيضتين وعليهم فانيليا، فانيليا سايله، ونص معلقه بيكنج باودر. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب السمنه الاول، لازم السمنه تبقى ساقعه، هننزلها كلها بالشكل ده، يعني لازم تبقى السمنه كانت في التلاجة. هننزلها بالشكل ده. وهننزل عليه بالسكر، سكر بودر، تمام. وهنضرب الخليط ده بقى ايه مع بعض. دلوقتي هنضربه مع بعض بالشكل ده. بعدين هنضرب الخليط مع بعض. بعد ما ضربته بالشكل ده وفتح لونه، هنزل بالعدد 2 بيضة وهضرب لغاية ما البيض كله يختلط مع بعض. دلوقتي هنخلط المواد الجافة مع بعض. كوبايتين الدقيق هننخله كده، وبعدين هننخل بعد ما حطيت الدقيق هحط النشا، بالشكل ده. وبعدين هحط نص معلقة بيكنج باودر، تمام، ورشة ملح، وهنقلب المكونات كده مع بعض. وبعد ما ضربت الخليط معايا بالشكل ده، البيض والسكر والسمنة، هنزل بنص الكمية وأقلب. هقلب الكمية دي بقى. هقلب بالشكل ده. بعدين هنزل بباقي الكمية، او هسيب حبة كده. هقلب
اقلب كويس لغايه ما الخليط يندمج كده، مكون عجينه متماسكه. بعدين هنحط باقي الكمية كلها. عجنت العجينة بالشكل ده معايا، ما بتلزقش في الايد وحلوة وطرية زي عجينة البوتفور، طرية وجميلة اهي. هريحها بس 10 دقايق او ربع ساعة في التلاجة، وبعدين هنشكلها مع بعض. بعد ما العجينة ارتاحت معانا 10 دقايق او ربع ساعة، تمام، قسمتها، خدت جزء احط عليه كاكاو والجزء التاني في الطبق نفسه. تمام، هاخد نص معلقة او معلقة صغيرة بالشكل ده، هحطها واقلبها لغاية ما تندمج الكاكاو يعني، ونشوف لونها. حابين الاغمق نحط، حابين افتح يعني اللون ده براحتنا. وبعد ما عملته بالشكل ده، لو احتاجت سمنة انا ممكن احط، بس هي مش محتاجة. تمام، ادي كده ايه اللون ايه اللي انتوا حابينه، سواء غامق او فاتح. وادي ايه اللي بالسادة بالشكل ده. هنبدأ بقى ايه نشكل كور صغيرة. لو انتوا خايفين تشقق ممكن نجرب واحدة زي كده ونحطها في الفرن ونشوفها هتشقق. لو هتشقق ممكن نحط ايه معلقة دقيق. فاحنا هنعملها الحجم الصغير كده زي البندقية عشان هي تفرش معانا سنة بالشكل ده. وجبت صاج مش مدهون اي حاجه وهنرصه كده، ونحاول ان كل الاشكال تبقى قد بعضيها. واحنا بنلف يعني ايه بنضغط ونلف بالشكل ده. وطبعا الحرارة بتاعتنا على 160، وبنكون مسخنين الفرن مسبقا. لازم تخش على حرارة يعني تبقى الفرن سخن. تمام، هنبدأ بقى نشكل الكمية بالشكل ده، وبعدين نحطها في الفرن على 160. بتقعد يعني حوالي ربع ساعة، مش بنكتر عليها، احنا عاوزينها تاخد لون بس بسيط من تحت وهي تبقى بيضة من فوق، مش عاوزينها تلون معانا زي الغريبة وزي البوتفور بالظبط. هكمل الكمية وبعدين نشوفها مع بعض. بعد ما خلصت الكمية بالشكل ده كده، تمام، هحط على درجة حرارة 160، هيقعد ربع ساعة. انا عاوزة بس ما يتلونش من فوق وياخد لون بس من تحت خفيف زي تسوية البتفور والغريبة بالظبط. تمام، على 160، وسخنت الفرن لازم يخش على درجة حرارة 160 ويكون الفرن سخن مسبق. تمام، ويقعد ربع ساعة ونشوف ان شاء الله بعد ما يطلع. خلاص اللانك شير طلع معانا من الفرن بالشكل ده، خد لون بسيط من تحت وهو ابيض من فوق بالشكل ده. تمام، سبته لما هدي خالص يعني، طلعته وسبته لما هدي خالص في مكانه، وادي البني. تمام، هنبدأ بقى نزينه بايه. معايا جوز الهند، او ما عندنا مثلا سوداني ممكن نجرشه ونزين بيه، ومعانا الشوكولاتة الفرماسيل اللي هي مدورة مش الطويلة. تمام،
ومعايا مربى، اي نوع بقى مربى، ديت مربى فراولة، اي نوع مربى، اي نوع مربى بالشكل ده. هنمسكها ونقلبها عشان تفك معانا، ولو في نوتيلا ممكن نحشيها نوتيلا، نلزق بيها وحدات اللانكشير. بس لازم نفكها كده، هي طبعا ايه ما فيهاش اي قطع، هي بوريه بالشكل ده. وبعدين نمسك بقى ايه واحدة من لانكشير ونحط عليها، ونتك عليها كده بالشكل ده لغاية ما يطلع. وبعدين نمسك ونحطه بالشكل ده. اي بقى تزيين انتوا حابينه بتعملوه. وممكن نحط اتنين على بعض كده ابيض، يعني مش شرط ايه ملون بالشكل ده، وهنعمله في جوزة الهند. بالشكل ده هنعمل بقى اي حاجة حابينها. اهم حاجة نضغط عشان الحشوة بتاعت المربى تطلع بره، فتشيل كمية من الايه من الفرماسيل، من جوزة الهند، من المكسرات، اي حاجة بقى احنا حابين ايه نعملها. يعني اهم حاجه في اللانكشير لازم الحراره 160 ويقعد ربع ساعه، ولو جربتوا واحده قبل ما يتحط في الفرن وشقق معاكم بتحطوا معلقه دقيق وبعدين تبص يعني ايه تدعكوها تاني، تمام؟ معلقه دقيق واحده، عشان يعني لاول مره يعملوه كده عشان ما يخافش اللي ممكن يشقق السطح بتاعه، تمام؟ ولازم التسويه بتاعته يقعد ربع ساعه على 160 عشان يطلع بالشكل ده، ونسيبه يبرد خالص في نفس المكان، مش ننقله، في نفس الصاجة، وبعد كده نشكله بس، ويطلع ان شاء الله احلى لانكاشير من ايديكم. اشوفكم بعد ما اخلص الكمية. خلاص خلصت اللانكاشير بالشكل ده، انا زينته بالشكل البسيط ده، تمام؟ ممكن مش نحط اتنين على بعض، ممكن نحطه زي ده، بنروح عاملين الارضية بتاعت اللانكاشير وبعد كده بالمربى، وبعدين نغطسها في قلب اي حاجة بقى انتوا حابينها، مكسرات بقى، اي حاجة يعني، تمام؟ فيعني لو انتوا مش حابين تحطوا اتنين فوق بعضين، وعلى قد ما تقدروا صغروا فيه عشان هو بيزيد شوية بسيطة في الفرن. وكده خلاص الفيديو بتاعنا، يا رب الطريقة تبقى سهلة وبسيطة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.